بعد أسبوع من دخول التهدئة حيز التنفيذ، استمعنا إلى شهادة كاهن رعية اللاتين في غزة الذي التقى في الأيام الأخيرة مع قداسة البابا فرانسيس في روما. مؤتمر صحفي للمطران جورج بقعوني الذي تولى رئاسة الأبرشية العكاوية للروم الملكيين الكاثوليك قبل حوالي شهر يتناول فيه أوضاع الأبرشية والمسيحيين في الشرق. توافد مئات المؤمنين إلى بيت لحم للاحتفال بذكرى طوبوية الشرق الأوسط المعروفة باسم العربية الصغيرة، ألا وهي الأخت مريم يسوع المصلوب. عام دراسي جديد معقد للمدارس الكاثوليكية في إسرائيل، حيث خفضت الدولة التمويل الذي تقدمه لهذه المدارس التي تفتح أبوابها لغالبية الطلاب العرب في البلاد. السيمفونية الإبخارستية للأب أرماندو بيروتشي وصلت إلى بودابست قلب أوروبا حاملة معها رسالة وحدة وسلام.